إذا أول مرة عم تحضرينا يا ريت تشتركي بالقناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل شيء جديد. هاي صبايا، اليوم رح أفرجيكم كيف نحط الليبستيك أو الروج بالطريقة الصحيحة ويلي رح تخلي شفايفك تبين أكبر. أول شي بنبلش بالفاونديشن، بنحط الفاونديشن على الشفايف وعلى المنطقة المحيطة بالشفايف. بعدين بنحط الباودر، هيك بنكون عملنا البيس للليبستيك أو الروج عشان يضلوا ثابت وما يروح بسرعة. هلأ بحط كونتور باودر تحت الشفة، بتعمل زي شادو أو ظل للشفة وبتعطيها لوك أحلى. وبحط كونتور باودر كمان فوق الشفة عشان تبين مرفوعة وتبين أكبر. بجيب فرشاي بهذا الحجم، إذا شفايفك أصغر مني رح تحتاجي فرشاي أرفع، وهاي الحركة رح تساعدني كتير إني أعرف من وين أبلش بالتحديد. هلأ رح أستعمل فرشاية آيلاينر وكونتور كريمي عشان أحدد. وهلأ ببلش أحدد، ببلش التحديد من الأطراف. دايماً اللون اللي بحدد فيه لازم يكون أغمق من لون الليبستيك أو الروج. بعمل خط بنص الشفة اللي تحت، وزي اكس على الشفة الفوق. هاي خطوط الكونتور اللي عملتها رح تعطي نفخة للشفايف ويبينوا مرفوعين شوية لفوق، ورح يصير شكلها كتير أحلى. وهلأ بحط الليبستيك، زي ما حكينا قبل لازم يكون لون الليبستيك أفتح من لون الكونتور. في حال غلطنا بنقدر نصلح هذا الشي بشكل سهل وسريع، بمسح بالريشة برجع بحط فاونديشن لأغطي الغلطة. آخر شي بحط الجلوس، هذا شي اختياري، فيكي تخليه بدون جلوس وبيعطي لوك مات كتير حلو كمان. و
وهيك بنكون عملنا كونتور ورسمنا الليبستيك. إذا عجبك الفيديو يا ريت تشتركي بالقناة وتضغطي على الجرس عشان يوصلك كل شي جديد، وما تنسي تعملي لايك للفيديو. شكراً.